السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز أعمل في الخلية هنا يكون عندي اختيارات أختار منها من مجموعة قيم، مع مثلا الأشهر مثلا أو الكتاب المفضل ليك، فتطلع لي قايمة بالكتب المفضلة ليا. فأنا أعلم على الحاجات اللي أنا عايز يبقى فيها الخاصية ديت أهوت، وهاجي هنا من داتا هقول له أنا عايز الداتا فاليديشن، بيقول لي انت عايز انهي نوع، فبقول له انا عايز الليست. في ممكن تختار الديت والتايم والتكست زي ما انت عايز، اقول له انا عايز ليست، واروح هنا للشيت اللي فيه الحاجات واختار الحاجات اللي انا عايزها واروح دايس انتر. اوكي، تيجي في الشيت بتاعك، تيجي كل واحد فيهم هتلاقي ان انت تقدر تختار الحاجة اللي انت عايزها. طيب لو حد بقى لعب هناك وعدل من الحاجات اللي موجودة هناك، يعني فرض مثلا واحد جه هنا روح قال لك لا سوبر مان خليه سوبر هنيدي مثلا، تمام. طيب نروح هنا مفيش حاجه اتغيرت، طيب هعمل ايه بقى؟ اجي هنا اروح قايل له انا عايز من داتا فاليديشن مستخدم صغير، هقول له سيركل انفاليد داتا، يعني يعمل لي علامه على الحاجات الغلط، فعمل لي على الاثنين دول، فدي بقى كده القيم اصبحت غير صحيحه، اروح مختار القيم زي ما انا عايز، تمام. طيب عايزه يلغي الحاجه ديت هقول له كلير فاليديشن، عايزه يشغلها تاني هتلاقي ان هو ما لقاش اي خطوه.